أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تدعو القيادة العامة جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكرا متطرفا لترك سلاحهم ومغادرة طرابلس والعودة إلى مدنهم آمنين، لنحتكم وإياهم إلى القانون ولكلمة الشعب الليبي فيهم ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور. كما ندعوهم أن لا يكونوا عونا للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم، حيث أن هذه المجموعات لا تحترف بالدولة ولا بالدستور ولا يساند من باع الوطن للطامعين بأمجاد الدولة العثمانية، وأدخل البلاد في صراعات إقليمية ودولية هي في غنى عنها. قد آن الأوان ليدرك الجميع حجم التهديدات والأطماع الخارجية بخيرات بلادنا، وأن السلاح لابد أن يكون حكرا على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وأن زمن الفوضى وانتشار الإرهاب والجريمة لابد له أن ينتهي، ولن تدخر القيادة العامة جهدا في ذلك. وندعو الجميع للوقوف صفا واحدا لتحقيق هذه الغاية وبلوغ الهدف، فالدولة المدنية التي يحتكم أبنائها للقانون والدستور قادمة وقد حانت ساعتها. القانون والدستور ومؤسسة الدولة التي تحميها القوات المسلحة لتفرض احترامها وهيبتها، كما تحمي حدود الوطن وسيادته وتحافظ على هيبته وهيبة كل فرد فيه. ليبيا المقبلة بعد التحرير تحتاج لكل أبنائها لإعادة الإعمار وبدء مرحلة البناء والتطوير واللحاق برقب الحضارة، فلا إقصاء ولا تهميش لأحد، فكل أبناء الوطن شركاء فيه، وهم يقفون سواء أمام القانون والدستور وأمام الدولة ومؤسساتها بنزع سلاحها وبتكليف ومؤازرة من الشعب الليبي.